السلام عليكم، صباح الخير ومساء عليكم جميعا يا شباب. يا رب تكونوا بأحسن وأفضل حال دايما. معاكم محمد هلال. النهاردة شباب معانا شرح مهم جدا ومفيد لأي حد مبتدئ أو غير مبتدئ حابب إن هو يزود دخله من على الإنترنت. لكن لو لسه أول مرة تسمعني أو تشوف القناة على اليوتيوب، لازم تعمل سبسكرايب اشتراك للقناة علشان يجيلك أي جديد لينا إن شاء الله. النهارده شباب زي ما انا قلت لكم، ممكن ان شاء الله في الاستراتيجيه اللي انا هشرحها دي تكسب ما بين 2 دولار لحد 10 دولار، يعني ممكن تجيب من شغل ساعتين ثلاثه او اكتر شويه 7 دولار يوميا. الموضوع مش محتاج شطاره، الموضوع مش محتاج ذكاء، الموضوع بس محتاج الاستمراريه في الوقت او عدد ساعات الوقت، مجهود الوقت لا اكثر ولا اقل. اوكي شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا شرح اي موقع انا هشرحه ليكم يا شباب. هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل الفيديو من تحت، لو خشيتوا على اللينك ده هتلاقوا الموضوع مكتوب بشكل منظم، هتجيبوا منه اللينكات الشركات اللي انا بشرحها. اول حاجه شباب هنيجي عند شركه يعني هي جديده الى حد ما، اسمها كليك فور كليك دوت نت. الشركة دي يعني اللي جرب منكو المواقع الهيت لاب او الشبيهة لمواقع الهيت لاب، هتلاقي المواقع دي بتعمل بوت لتبادل الزوار. انا وغيري كنا شغالين على الهيت لاب زمان ويا ما كسبنا عليه، بس الموضوع بقى معروف وانتشر جدا، بقى يعني اللي يشتغل في اي موقع اختصار رابط او غيره من عن طريق الهيت لاب بقى بيتبند، بياخد بان او بقى بياخد حظر، فالموضوع ما عادش شغال. النهارده جايب لكم موقع وهنربطه بموقع تاني، وكمان هنربطه بشويه مصادر كده، هيبقى الموضوع سهل جدا بس واجب عليك التركيز معايا جدا في الفيديو ده. يعني هنعمل لفه بسيطه جدا هتكسبنا فلوس كويسه ومن غير اي تعب ان شاء الله. اول حاجه شباب هنعمل ريجستير على الموقع ده. انا قلت لكم المواقع كلها اللي انا هشرحها هسيبه لكم في لينك اسفل الفيديو من تحت. هنضغط على كلمه ساين اب. بعد كده شباب طبعا اظن مش محتاج الشرح، الموضوع سهل، يعني اليوزر نيم والايميل والباسورد مش محتاج اي تفعيل او اي حاجه خالص. انا بالفعل عامل حساب، نخش عليه. لازم تعلم على كلمة I'm not report وبعد كده sign in. ماشي يا شباب، الموقع ده بيقول لك ايه؟ الموقع ده بيقول لك إيه؟ انت هتختصر عندي لينكات وهيبقى فيه تبادل زيارات حقيقية من عن طريق الفيسبوك. برضو مفيش حد يسمع انا بقول الفيسبوك يتخض، بمعنى ان انت مش هتنشر في اي جروبات او هتنشر في الفيسبوك او اي حاجة. احنا الفيسبوك يعني هتكون زي كوبري هنفعل منه خاصية انا همشي معاكم واحدة واحدة ان شاء الله بإذن الله. الموقع ده شباب ماي بوينت، يعني اول ما تسجل فيه بيديك 10 نقط مجانا. انت بقى بتجيب النقط ازاي انا هشرحه، وبتضيف لينكاتك ازاي انا هشرحها. اول حاجه شباب انت مش هتضيف اي لينكات وخلاص، يعني انت مش هتضيف مثلا لينك موقعك، لينك موقع بي تي سي، اي حاجه، لا انت هتضيف مواقع اختصار الروابط. واللي هيخش عندك علشان يضغط على الموقع بتاعك هيبقى زائر حقيقي، انت هتشوفه وهتعرف اسمه، هيبقى زوار كتير حقيقيين انت بتضغط له وهو بيضغط لك، يعني مفيش اي خطورة، الموضوع سيفتي في امان جامد جدا جدا. وحقك هتاخده بالكامل، بمعنى انك الوقت لو حد ضغط لك على الرابط، انت مثلا عامل مثلا ادي فلاي او اديو مي، مواقع اختصار رابط طبعا، لو حد ضغط لك الموقع مش هيحسب له بوينت او هيحسب لك بوينت غير لما يعني ايه الاستكمال، يعني لما يتم موضوع الاسكيب اد عشان يجي لك الفلوس على موقع اختصار رابط اللي انت شغال بيه. وانا النهارده اخترت ليكو موقع اختصار رابط كويس جدا جدا هيفيدكو، والبي اوتس بتاعته عاليه جدا بالنسبه لمصر. اوكي شباب، اول حاجه شباب برضو احنا هنروح للموقع بتاعنا اختصار روابط، يمكن بعضنا سمع عنه او بعضنا ما سمعش عنه.
الموقع اسمه لينك كاش. الموقع ده برضو التسجيل فيه برضو الريجستير من انشاء حساب، برضو نفس النظام، الايميل الباسورد الكلام ده، يعني مش محتاج شرح. برضو عندك اثباتات الدفع بتاعت الموقع، اثباتات دفع كتير جدا. الموقع بيدفع لك عن طريق فودافون كاش والبيتكوين وعلى البي بال، فإن الموقع يدفع منه عن طريق الفودافون كاش ده حاجة كويسة جدا، وبياخد يومين عمل بس. اوكي شباب، الموقع كمان بيدفع الحد الأدنى بتاعه 1 دولار، يعني عملت 1 دولار هتاخدهم، عملت 100 دولار هتاخدهم، مفيش أي مشاكل في خلال يومين. نخش بقى على البي اوت ريتس. البي اوت ريتس هنيجي هنا، طبعا ملناش دعوة باليونايتد ستيت والجرماني والكلام ده، احنا لينا دعوة بايجيبت اللي احنا هنشتغل عليها عشان موقع الكليك فور كليك. انت هتخش على ناس مصريين او ناس عرب عموما. الموقع ده بيقول لك 8 دولار، 8 دولار ده طبعا على ال1000 زيارة، يعني لو انت اشتغلت مثلا 500 فيو هتجيب ربح كويس جدا جدا. وفي ناس طبعا لو عندهم وقت طبعا كتير في اليوم ممكن تعمل 1000 2000 3، يبقى انت كده بتحقق مبلغ كويس جدا. والموقع ده هيدفع لك، لان اللي احنا هنشرحه واللي احنا هنعمله شباب دلوقتي مش هيكون فيه اي خطورة وهيكون شرعي بنسبة 100%. انا اسف جدا شباب ان انا بطول في الشرح، بس انا والله بحب اشرح المعلومة بشكل كامل ليكو. اوكي شباب، نخلينا بقى ايه مع بعض. اول حاجة شباب هنخش على كلمة شورت لينك اكسشينج. في عندك هنا اتنين، في عندك ماي لينك وفي عندك ايرن بوينتس. ايرن بوينتس يعني اربح النقاط، دي هنشرحها بعدين. احنا الاول هنشرح اللي احنا نضيف لينكات ونستغلها ازاي في الموقع ده، ان يجي لنا زيارات كتير وزيارات بتدوس او بتضغط على كلمة سكيب اد في اي موقع اختصار روابط عشان نربح بشكل كامل. اوكي شباب، هنضغط على كلمة ماي لينك. بعد كده شباب هنا بيقول لك جنريت لينك. ماشي شباب، هنا هو عايزك يعني تقوم بتوليد لينك او رابط فارغ او رابط فاضي، هنضغط عليه. هنا بيقول لك انت في نيو لينك ليك، لو انتظرنا شوية هنلاقي اللينك الفاضي اهو. يا ريت تخليكم معايا ورقه وقلم واكتبوا معايا او عيدوا الفيديو تاني براحتكم يعني، بس هنلاقي العلامه الصفراء دي معناها ان الموضوع لسه غير مكتمل طبعا، والعلامه دي ستيتس اللي هي ديسيبل، يعني الموضوع مش اكتف، مفيش حد شايف اللينك ده بتاعك دلوقتي. احنا هنخلي الموضوع مكتمل ازاي وهنخلي دي اكتف ازاي، ده اللي انا هشرحه ان شاء الله. تاني حاجه شباب احنا هنعملها، هناخد اللينك ده هناخده ازاي، هنضغط عليه وبعد كده هنعمل كوبي او هنعمل نسخ عنوان الرابط. هنروح بعد كده شباب هنعمل طبعا ايه لوجين للحساب بتاعنا في لينك كاش، وبعد كده نضغط على كلمة نيو شورتن لينك. بعد كده شباب هندوس بيست، بعد كده شورتن، هنختصر الرابط الفارغ ده. بعد كده شباب هو لازم يكون رابط فارغ على فكرة. اوكي شباب، وهعرفكم ازاي لان الموضوع هيكون شرعي جدا زي ما انا قلت لكم، يعني مش هيكون في اي سبام خالص. بعد كده شباب جاب لك اللينك بتاعك اهو، هتاخده كوبي ماشي، وبعد كده هتقوم رايح هنا، تقوم جايب اهو ماشي شباب. وبعد كده شباب هتضغط على كلمة add link now. بعد كده هيحولك على اللينك الفارغ ده، يعني انت يعني مثلا يعتبر يوزر عشان يفعل لك طبعا ايه اللينك ده. هنضغط click here to continue. بعد كده هننتظر العدد التنازلي ده، بس هنا نلاحظ ان هو غير مكتمل. بعد كده شباب لما العدد ينتهي طبعا هنضغط على كلمة get link. بعد كده هيقول لك هنا فوق your link added and verified، اللينك بتاعك بقى verified، اللينك بتاعك اتفعل. هنيجي هنا الكلمة صفرة، لو جينا عملنا refresh هنلاقي اللينك كاش ظهر، وهنلاقي كمان الشورت لينك بتاعك
اختصره لك على بيت لي وظاهر مفيش مشاكل، هنا ناقص خطوة واحدة بس اللي هي ستيديوس اللي هي ديسيبل دي، عايزين نخليها اكتف عشان نبدأ بقى نجمع فلوس ونجيب بوينت ونجمع فلوس كتير زي ما احنا اتفقنا في الاول. هنجيبها شباب ازاي؟ بس يعني ايه، تركزوا معايا جدا بقى في الخطوة دي عشان هي خطوة فيها لفة شوية بس حاجة بسيطة. هنضغط يا شباب، هناخد الشورت لينك ده اللي هو بيتلي ده اللي هو اللي احنا اختصرناه اللي احنا هنشتغل عليه، هناخده نسخ عنوان الرابط. هنيجي بقى عند الاكونت بتاعنا، هنيجي عند الاكونت بتاعنا في الفيسبوك وهنختار بوست لينا قديم جديد مش فارقه، بس يكون مفهوش صور وما يكونش يعني فيه كلام كتير. يعني مثلا هناخد مثلا ده ريبس بامر ده، وهنعمله يا شباب هنعمله تعديل بقى ازاي؟ هنخلي ريبس بامر دي زي ما هي، او لو عايز تعمل بوست جديد مفيش مشاكل، اهم حاجة تكون على العامة، يعني ايه مش انا فقط او الاصدقاء والكلام ده، لا العامة. اوكي شباب، بعد كده شباب هنعمل بيست لللينك بتاعنا اللي احنا اختصرناه. لو ظهر لك هنا صوره زي دي الفاضيه دي اللي هي بتوديك على كليك فور كليك، هتضغط كلوز، هتقفلها عشان يظهر الرابط باللون الازرق اللي هو لو احنا حفظناه اهو، هيظهر لك بالطريقه دي يا شباب اللينك الازرق ده. بعد كده شباب هتيجي عند التاريخ ده علشان تخش على البوست ده بس مش الصفحه بتاعتك، التاريخ ده هتضغط عليه عشان يجيب لك النمبر بتاع البوست ده. اوكي، بعد كده شباب هتاخد البوست ده كله كوبي نسخ اهو، بعد كده هتروح على موقع تاني برضو هتلاقوه، هسيبه لكم برضو في الموضوع. الموقع ده بيجيب لك النيرمك بتاع الاي دي ماشي نفسه، يعني هيجيب لك رقم احنا محتاجينه ضروري. هنعمل هنا بيست، وبعد كده شباب هندوس جيت نيرمك اي دي. بعد يا شباب ما ضغطنا جيت نيمريك اي دي ظهر لنا رقم كده كبير جدا نظلل عليه عشان احنا هنحتاجه في ايه. هنروح تاني للكليك فور كليك، وبعد كده شباب هنضغط على كلمة فيسبوك او على الصورة بتاعتها. يعني هنا شباب بيقول لك انتر يور فيسبوك اكاونت يور ال هير، يعني انت هتحط هنا الاكاونت الاساسي بتاعك، يعني ايه هتخش على الفيسبوك والاكونت بتاعك، وانا خشيت على كلمة محمد، والاكونت ده هتاخده كوبي ماشي وهتحطه هنا ماشي. بعد كده شباب هنضغط على اد اكونت، هو تمام مية مية. هنا بقى هو ضاف لك تلقائي اهو اللينك بتاعك اللي هو ايه تحت اهو، لو انتوا اخدتوا بالكم هو ده. هنا بيقول لك ايه انتر يور فيسبوك بوست اي دي هير اللي هو الرقم النيرمك اللي احنا جبناه من الموقع ده، هناخد الرقم بالظبط، وبعد كده هنروح نحط الرقم، وبعد كده هنقول له اد يور ال. بعد كده شباب قال لك تمام التمام وادد ومفيش مشاكل خالص. هنيجي كلمة ديسيبل اهي، لو احنا عملنا ريفريش هنلاقيها بقت اكتف. هو الموضوع شباب في لفة علشان الموقع ده موقع كليك فور كليك، موقع ذكي شوية، هو لففك اللفة دي علشان عايز الموضوع اكثر امانا ليك، وان ما يكونش فيه سبام، ما يكونش فيه بان ليك حظري ليك على اي موقع تستعمله، سواء بقى انت هتستعمل لينك كاش، لينكاوي، اديومي، الكلام ده كله. بس انا اخترت لينك كاش شباب عشان زي ما انا قلت لكم وزي ما انا وريتكم في الاول البي اوتس بتاعته لمصر 8 دولار على 1000 مشاهده، وما فيهوش اعلانات ولا في الكلام ده، يعني مش 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 حاجات صاخبه يعني، ولا في تعقيدات ولا في الكلام ده خالص. اوكي شباب، طبعا انت عايز توقف هنا تعمل بوست توقف، عايز تشغل هو على العموم هيسحب البوينت بتاعتك دي، يعني هو هيشتغل شويه كده هيسحب البوينت بتاعتك، وال17 بوينت دول هيجوا 17 زياره
في لينك كاش او اي موقع انت تحطه. يعني حاول بقى تكتر مثلا مواقع، او تحط موقع واحد وتشتغل عليه هو لوحده، مفيش اي مشاكل خالص. طب احنا شباب بقى نجيب بوينت ازاي؟ هنضغط على كلمة earn point او earn points، وبعد كده هنضغط على كلمة start. بعد كده هيحمل معاك شوية النقط دي. بعد كده جاب لنا هو واحد على التويتر، وهيجيب لنا ناس على الفيسبوك برضو عاملة يعني كاتبة اللينك بتاعها. هنضغط هنلاقي فعلا واحد مختصر على موقع الكات يور ليس اللي احنا شرحناه قبل كده عشان يكسب منه. بس يعني الموقع ده يا شباب ما عنتش بس يعني بثق فيه قوي. هو مازال بيدفع، بس لو انت جيت بصيت على البي اوت ريتس بتاعته هتلاقي بقت لمصر وللكلام ده 2.5 دولار 3 دولار قصاد اللي انا هكسب من لينك كاش، هكسب 8 دولار. فاظن الكات يور ليس يعني ما عادش زي الاول. بعد كده يا شباب لو احنا جينا ضغطنا جيت لينك، هنا لو جينا بصينا فوق هنلاقي مكتوب دن، هنلاقي مكتوب اوك، خلاص الضغطه تمت، اتحسب لك يو ايرند 1 بوينت، اتحسب لك 1 بوينت. هنا كان عندنا 17، لو عملنا ريفريش هنلاقيها بقت 18، وهكذا هتفضل بقى تعمل ايه اهو. لو ما ظهرش معاك حاجة وجاب لك العلامة الحمراء دي انت ممكن تعمل نيكست اهو، جاب لك تاني ماشي. احنا بس ايه بنأكد المعلومة اهو، ده واحد مختصر موقع على الجيت يور ليس برضو كويس برضو مفيش مشاكل. بس هو ايه يعني متأسف يا شباب، هو عيبه ان في يعني صفحات منبثقة كتير جدا. هو ضاف لك 1 بوينت اهو برضو، لو جينا عملنا ريفريش هنا 18 هتبقى 19 زي ما انت شايفين يا شباب بقت 19. هنرجع تاني نقول ان انا اخترت موقع لينك كاش عشان مش يعني المعدل بتاعه كويس جدا، 8 دولار لألف مشاهدة لألف فيو، ومفهوش صفحات البوب اللي هي الصفحات المنبثقة اللي ممكن تزعج الزائر. فانت عايز تنجز وعايز تكسب برضو في نفس الوقت. فده شباب كان كل الشرح. يعني انا آسف جدا 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 لو انا طولته في الفيديو، بس والله بحب اوصل معلومة بشكل كامل يعني كأن انا بتكلم معاكم لايف. وان شاء الله في شرح قريب جدا باذن الله يعني افضل برضو، وهيكون برضو احسن من كده برضو بكتير. بس الموضوع ده هيكسبكم كويس جدا عشان هو لسه في الاول برضو. استغلوه يا ريت، ما تنساش ما تنساش يا ريت لو الفيديو عجبك يعني رجاء تعمل لايك للفيديو علشان بس بيفرق معايا جدا اللايك والله. وإن شاء الله أقابلكم في شروحات أقوى من كده بكتير. كان معكم محمد هلال، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.